أنه إذا تحدثنا تحت أولوية أن العدوان مستمر نتحدث عن عناوين وتفاصيل كثيرة. عندما نقول أن العدوان لا زال مستمر وأنتم وكلنا يشاهدون المارينز في حضرموت كيف ينزل إلى الشوارع، المؤامرات التي تحاك على المناطق المحتلة في بلدنا الحبيب في جنوب الوطن وفي المحافظات المحتلة، ولكن هيهات لهم ذلك. وفي يمننا قبائل همدان الكبرى الوفية التي ناصرت الإسلام من يومه الأول والتي وقفت سدا منيعا أمام الغزاة طوال هذا التاريخ. التعبئة العامة تستمر بين أوساط الجيش وأوساط القبائل وأوساط النخب وأوساط كل المجالات الرسمية والشعبية، فنحن يجب أن نبقى على أهبة الاستعداد لعودة العدوان علينا في أي لحظة، فعدونا لا ركنة عليه ومتوقع أن يغدر وأن يخدع في أي لحظة. التعبئة يجب أن تبقى مستمرة لنكون جاهزين في حال ارتكاب أي حماقة من عدونا أو في حال استمراره في المماطلة عن حق هذا الشعب في رفع العدوان ورفع الحصار وحلحلة الملف الإنساني. التعبئة يجب أن تبقى مستمرة في جميع الأوساط الشعبية والرسمية والنخبوية والسياسية والإعلامية، وأن لا ننجر لأي أولويات غير ما يشد العزم وما يقوي الوضع. هذه هي أول أولويات. كذلك مؤامرات الأعداء يجب أن نستمر في كشفها، نهب الثروة، احتلال أجزاء كثير من البلد، وأنتم ونحن جميعا تطالعنا الأخبار كل يوم عن استحداثات لمواقع عسكرية وقواعد عسكرية في أجزاء كثيرة من مناطقنا المحتلة، في المحافظات المحتلة، في الجزر اليمنية، في المياه الإقليمية والاقتصادية اليمنية، حتى وصل بهم الحال إلى النزول المباشر في شوارع بلدنا الحبيب في حضرموت. كشف مؤامرات الأعداء يجب أن يندرج تحت هذه الأولوية، التصدي للعدوان. كذلك المؤامرات الاقتصادية مستمرة أيها الأخوة، بالتزامن مع حربه العسكرية. الآن دخل في حرب يسمى في علم السياسة الحرب الهجينة، الحرب الهجينة التي يستخدم فيها الحرب الصلبة والحرب الناعمة، لكن هيهات له ذلك، سيفشل بإذن الله وستفشل مؤامراته بإذن الله. كما فشل في الحرب العسكرية والصلبة سيفشل في الهجينة والناعمة، وكلها بإذن الله. رهاننا على وعيكم وعلى صمودكم بإذن الله سبحانه وتعالى. الله أمريكا، الله إسرائيل، الله الأولوية الثانية هي استقرار الجبهة الداخلية. ومن هنا إلى كل الإعلاميين والسياسيين، لا تذهبوا بعيدا، وحدة الكلمة قبل كل موقف، وحدة الكلمة قبل كل عواطف أو مشاعر تشاع من هنا أو هناك. لدينا عدو، يجب أن نوحد الكلمة ونرص الصفوف في مواجهة هذا العدو، لا نذهب بعيدا. نحن إذا ما اتجهنا إلى وضعنا الداخلي، هناك حرب اقتصادية يشنها العدو، ومن الأخطاء الجسيمة والفادحة أن تتوجه أو يتوجه كائنا من كان إلى تحميل اللوم على القوى الوطنية. المعاناة الاقتصادية العدوان يقف وراءها وهو المسؤول الأول عنها. إذا ما تحدثنا عن مؤامرة اقتصادية أكيد وراءها نتائج بما فيها صعوبات اقتصادية، فيما فيها قل الموارد، عدم القدرة على الإيفاء بالنفقات الواجبة والضرورية بما فيها المرتبات. لكن هذه نتيجة إجراءات وممارسات وحرب اقتصادية يمارسها العدو، فلا نأتي لنحمل بعضنا البعض.
هذا غير صحيح وهذا لا يجوز ولا ينبغي. نحن إذا ما توفرت الإمكانات نحن نتعبد الله بخدمة هذا الشعب. الآن أيها الإخوة إذا ما تحدثنا عن وضعنا في استغلالنا لهذه الوضعية التي هي هجينة لا حرب ولا سلم، نحن نستغلها في تحقيق سلاح الردع للقوى الصاروخية والطيران المسير. الله أكبر، الله أمريكا، الله إسرائيل، الله اليهود، الله إسلام، لبيك يا رسول الله، لبيك يا رسول الله، لبيك يا رسول الله. وإذا كان لنا من إمكانات، أنا أعدكم وثقوا أنتم وأبناء شعبنا أنها ستسخر في دعم هذه القوة حتى نحقق الردع الكامل بإذن الله سبحانه وتعالى. أنتم تعرفون ما هو مدى أثرها على عدونا عندما نحقق سلاح ردع كامل، نحقق سيادة لبلدنا. هذا هو الهاجز الذي يطالعنا في استغلال الإمكانات وفي استغلال هذه الفترة. لدينا أولويات وفي مقدمها تحقيق أسلحة الردع، وأنا بإذن الله أعدكم وأعد جماهير شعبنا اليمني بأنكم ستسمعون في الأيام القادمة ما يثلج صدوركم، ما يحقق الردع الحقيقي لعدونا حتى يرعوي وحتى يكف عن مؤامراته على بلدنا، وأن يترك بلدنا لينعم بخيره وينهض بأبنائه دون وصايا من أحد. حرية واستقلال دون وصايا من أحد، ما لم فأسلحة الردع جاهزة بإذن الله سبحانه وتعالى. الأولوية الثالثة إصلاح مؤسسات الدولة. نحن إذا تحدثنا عن إصلاح مؤسسات الدولة كثير من المهتمين ومن السياسيين والإعلاميين يعتبر أن هذا الموضوع يعني تغيير فلان أو فلان أو إبدال فلان بفلان. هذا غير صحيح. هذا قطرة من مطرة وجزء بسيط من إصلاح مؤسسات الدولة. يا أخواني إذا تحدثنا عن إصلاح مؤسسات الدولة يجب علينا أن نفلسف هذه الأولوية. لدينا عوائق، لدينا وضعية قائمة، لدينا مشاكل. يجب أي تناول لهذا العنوان أن يكون من كل الزوايا وبعنوان أشمل وأكبر. مثلا أكبر تحدي لنا في إصلاح مؤسسات الدولة هو إرث الماضي، بغض النظر عن المسميات، إرث الماضي. نحن لم نرث الدولة. الآن توليت منصب رئيس المجلس السياسي الأعلى، وأنتم تتخيلون كيف كانت تلك الوضعية وكيف كان التصعيد في أكثر من 40 جبهة، وكيف معنويات الناس بعد اغتيال الشهيد الصماد رحمة الله عليه. بفضل الله وبفضل الإجراءات والإصلاحات التي عملناها مع جميع الشرفاء من أبناء المؤسسات الإدارية في جميع مؤسسات الدولة، نهضنا ببلدنا من تحت الصفر. أنشأنا دولة من لا شيء، قارعنا في أكثر من 40 جبهة من لا شيء. اليوم نضع حجر الأساس لحزمة من المشاريع تتجاوز 5 مليار في محافظة صنعاء وفي غيرها من المحافظات. سنستمر بإذن الله سبحانه وتعالى. يعني أننا بفضل الله لدينا القدرة على النهوض ببلدنا، ونحن مسكنا هذا البلد ومؤسسات الدولة تحت الصفر. أنا آتي أتحدث معكم عن البنية التحتية لأننا نعرف كيف كانت الوضعية عندما مسكنا، كيف كانت مؤسسات الدولة، وكان أكبر تحدي لنا هو إرث الماضي. أنا لا آتي هنا وأحمل على طرف دون طرف، لكن أضعكم أمام الحقيقة وأضع جماهير شعبنا أمام الحقيقة. إرث الماضي هو أكبر عائق لنا في سياق إصلاح مؤسسات الدولة. نحن كل ما عملناه في الفترة الماضية حتى جعلنا دولتنا وبلدنا تقوم على أقدامها وتحقق تطلعات أبناء جماهير شعبنا
وتحقق المقارعة في أكثر من 40 جبهة لعدونا، لأقدر عدو تاريخي في تاريخ اليمن. كل هذا كان بفضل الله وبفضل إجراءات بسيطة قمنا بها في إصلاح مؤسسات الدولة، وسنستمر بإذن الله في إصلاحها وفي مقدمها إرث الماضي. الآن لدينا لجان نزلت لتمر على كل هياكل مؤسسات الدولة، هذا هو التغيير الجذري الذي يتحدث عنه السيد القائد، وهذه هي أولوية إصلاح مؤسسات الدولة. أن آتي إلى دائرة إذا أردت أن أستخرج معاملة معينة أمر على 13 إدارة، 13 توقيع. يعني أعطيكم مثال، مثلا هيئة الأراضي، إذا تريد تستخرج كرت يجب أن تمر من على 13 جهة، 13 توقيع. إيش هذا من تطفيش؟ إيش هذا من معاملات؟ التغيير الجذري يأتي في هذا السياق. والله المواطن ما يحتاج 13 معاملة تمر عليها حتى يحصل على كرت أو قسيمة. هذا مثال واحد. في كثير من المؤسسات، لو نأتي مثلا إلى كيف كان وضع البنية التحتية، يعني كنا لا نملك للنفط 2 خزانات، يعني لا تكفي للبلد 20 يوم. الآن نحتاج، إذا أردنا يعني حرية واستقلال وأردنا تحقيق اكتفاء ذاتي، إلى أن نبدأ في كثير من الأشياء من الصفر. وللأسف الشديد الآن لدينا ما يتعلق بموضوع شركة الغاز على سبيل المثال، لا يوجد لدينا أي خزانة احتياطية في البلد مادة الغاز، إن كانت الدول، إن كان الماضي، إن كانوا عايشين، لا يوجد لدينا خزان ليوم واحد. شركة النفط لا يوجد لديها إلا خزانات لعشرين يوم بالكثير، وقد كانت متهالكة، عملنا على إصلاحها من الصفر، كانت شبه متهالكة. وين البنية التحتية؟ أين الدولة؟ نحن جئنا في أصعب وضع وفي وضع لا دولة، ووصلنا ولا يوجد هناك مؤسسات. إذا ما تحدثنا عن إصلاح مؤسسات الدولة نستحضر هذه العناوين: تغيير الوضع الإداري، إصلاح مؤسسات الدولة يجب أن يكون أشمل وأوسع مما نتصور. إرث الماضي رتب وضع البلد على الاعتماد على الاستيراد من الخارج، والأسف الشديد الآن نتحول ونتوجه ونوجه جماهير شعبنا إلى الاكتفاء الذاتي والتوجه إلى الإنتاج والتصنيع المحلي، لكن سنبدأ الآن يعني تحقيق النهضة. ستتحرك العجلة وسيلمس المواطن الأثر بعد حين. تحقيق النهضة لبلدنا هذه الأولوية الرابعة، وسنعمل بإذن الله سبحانه وتعالى على تحقيق هذه النهضة لوضعنا الداخلي. سنتجه للإنتاج الداخلي بإذن الله، سنتجه ويتجه معنا جماهير شعبنا إلى الاهتمام بالزراعة، فهي من أكبر المقومات التي تجعلنا نقف على أقدامنا في مواجهة الغزاة والمحتلين بإذن الله.